مساء الخير. من اجمل ما في المصريين فينا احنا كمصريين اننا في عز الازمه والموال الازرق اللي احنا فيه لسه برضه بنقدر نضحك ونصفي قلوبنا وخلافاتنا السياسيه بالضحك. احنا اللي عملنا النكت العابره للانتماءات والطبقات اللي بتوحد بين كل الناس كانهم مجموعه اصدقاء قاعدين على القهوه. الطبع المتبسط المتسامح الجميل ده عند المصريين انتج ظاهره غريبه وفريده في الثقافه المصريه، وهي القدره على تمصير الثقافات الاخرى. الاشتراكيه في مصر غير الاشتراكيه في اي مكان، والليبراليه المصريه غير ليبراليه اي حته تانية في الدنيا. حتى التيارات الدينيه والفرق اللي نشات في مصر من مئات او الاف السنين مختلفه عن نظائرها في الدول التانية، واخرها التيارات السلفية. سلفيو كوستا نموذج معبر جدا عن هذه الظاهرة، تيار سلفي مصري شبابي يدعو إلى إحسان الظن بالناس واستيعابهم والتقارب معهم، ويدعو كذلك إلى الحوار. عنوان المجموعة أو الفرقة خفيف الظل جدا، سلفيين لكن جايين من كوستا الكافيه المشهور في القاهرة. أعتقد كوستا مفروض يدفع لهم فلوس. سلفيين بيمثلوا ويصوروا ويخرجوا أفلام وكمان بيحاسبوا على المشاريب في الآخر. بداية فكرة سلفي كوستا كانت عند محمد طلبة، شاب سلفي بيشتغل في قطاع تسويق البرامج لشركات الاتصالات، واشترك في المجموعة بعد كده سلفيين وليبراليين ومسيحيين، وعملوا جروب على الفيسبوك فتحوا عضويته لكل الناس على خلاف الجروبات السلفية التانية، فوصل عدد الناس اللي بتتابعهم حتى الآن أعتقد 30,000 عضو. محمد طلبة شعر ان في قطاع كبير من السلفيين ظلم قبل وبعد الثورة، وانه بيتم التعامل معاه وفق الصورة النمطية، فقرروا انهم يعملوا ينزلوا يوم 27 مايو اللي سماها بعض الاسمين جمعة الوقيعة. شباب سلفيو كوستا نزلوا الميدان وفاجئوا الناس، وبعدين عملوا أول أفلامهم بعنوان أين ودني، اللي بيتكلم عن رؤية السلفيين والليبراليين لبعض، إزاي السلفي بيبص للليبرالي والعكس، وبيحاول يأكد فيه إن السلفيين شاركوا في الثورة وفي المظاهرات المناهضة للنظام السابق بالمخالفة لرأي مشايخهم. وكان فيلم بدون موسيقى أو سيدات. بعد كده بدأ الأعضاء يفكروا في تفعيل دعوتهم في الشارع، وعملوا مباريات كورة بين مسلمين وأقباط والليبراليين في كنائس، وزاروا احزاب يساريه وعلمانيه ايضا. اخيرا نزلوا امبارح فيلم اسمه اين محلي، بيتناول الصراع بين الاطياف السياسيه بعد الثوره. جماعه عندهم محل فيهم سلفيين مسلميين اقباط مسلمين ليبراليين وناس ما لهمش في اي حاجه. المحل ده كان مخطوف منهم بقاله 30 سنه، واضح انه بيرمز لمصر طبعا، وكان واخده واحد جبار هو وابنه، وبعد خناق سياره على احقيه مين فيهم للمحل بيفتحوا الباب عشان يكتشفوا ان الراجل وابنه سايبين المحل خرابه. نشوف عملوا ايه ونبص بس سريع على الفيلم. خليكم معانا عشان سنتحاور مع من صنع هذا الفيلم بعد ان نشاهده. فيلم قصير 10 دقائق تقريبا، استمروا معنا. يقول الراوي: يا سادة يا كرام، ان كان في ناس عندهم محل بس ابنه سرقوا منهم وكبسوا على انفاسهم سنين طويلة، لكن لما اصحاب المحل وقفوا مع بعض خلعوا الراجل بابنه وطردوهم برا، ونبدأ الحدوتة بتاعتنا من بعد ما كسبوا القضية. ما تيجوا نشوف. رفعنا راسنا للسماء والجوع بلاش بيقول لنا اهم حاجة كلنا يلا نعيش لوحدنا. الحمد لله دلوقتي المحل بقى بتاعي بعد 30 سنة زول. انا بقى هفتحه مكتبة اسلامية. يلا بقى، ما كل الناس عندها مكاتب اسلامية. انا بقى ممكن افتحه فكرة احسن. فكرة احسن محل موبايلات. ما كل الناس معاها خط واتنين واتصالات عملت مش عارف ايه. وشهداء 25 ماتوا في 25. شهداء 25. بلاي ستيشن. ما كل العيال باظت. هو حد باظ العيال دي غير البلاي ستيشن؟
يا بركة يسوع. الحمد لله اخيرا كسبت القضية. 30 سنة اضطهاد وبهدلة. خلاص خلاص يا عمتي ايفون، مش جاي كندا، خلاص هفضل هنا. ايه؟ ليه؟ والحياة بقى لونها بنجي وانا جنبك وانت جنبك. ده طلع صح؟ بين كده؟ اه نفس العنوان. طب ازاي؟ مش عارف. بص بقى انت روح واحنا نبعتك. لا بقول لك ايه، انا مش بتاعك اعمل هنا. لا انا اللي جاي اعصر. لا 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 معلش. الحياة بقى لونها بنجي وانا جنبك وانت جنبي وانا جنبك يا حبيبي. محلي محلي ايه؟ عمر ده انا اللي رفعت القضية يوم 25 يناير وكسبت المحل. لون مين دول؟ ما تكلمش يا حبيبي، اطلع اطلع يلا بينا نلحق. نلحق مين دول؟ لا القضية دي انا رافعها يوم 30 يناير. حتى بص الاعلام بيقول ان انا صاحب المحل ده. انا اللي رافعها يوم 25 يناير. استنى مشاهد الراجل ده اللي رفع القضية يوم 30 يناير ولا 25 يناير اولى؟ ولا 25 ولا 30، اللي قعد 30 سنة مضطهد هو الاولى. ايه؟ اضطهاد؟ اهو كله مكتوب كله متسجل في اعتقال هنا. بص طب انا ما عنديش حرية رأي هنا عظيم برضه. اه بس صبرت على كده مش عارف بس خلاص يبقى بتاعتي. اه بقول لك ايه؟ هو الجدع ده تبعكم؟ حبيب قلبي يا شيخ تعالى خش عليا يا شيخ وريهم يا شيخ تعالى يا شيخ يلا نشوف يا شيخ. شوية كده شوية كده انت مين؟ هنا دوس شوية كده. نفايات أمن الدولة لقوها بأمن الدولة وشهداء شريف ماتوا في 25 شهداء هنا اولا. اخوانا مش مع بعضينا في المحل. مع بعضينا مين؟ مش قالون. لا مش قالون قوي يعني مثلا الراجل ده معايا. لا معايا يا فندية. انت عم تتخانقوا على ايه؟ لا لا حول ولا قوة الا بالله. مش ثورة ليه في مارينا؟ بقيت ايه المنظر؟ انا اسال مين فيهم من حته؟ شوف مين دول؟ يلا يا احمد يلا. ادي احسن طلعت اخرى يا اسطوره. خد انت بتاع 25. لا الون الون. اه خد انت بقى منهم كشكول. احنا بتاع ايه؟ والملاحه والملاحه وحبيبتي. يلا يا جماعه خد من الورق كده. خد الورق النهارده بتاع 25. والله انا يالك يا عم 30 سنه. يلا 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 نقعد ليه؟ يلا 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 يا اخوانا جايين. يلا 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 هو اكيد هو اكيد هنا اكيد في الحته دي. طب حلو قوي الكلام ده. بقول لك ايه يا نجم، انت مش رافعها 28 وعايزها وبتاع؟ خدها نقطه. ده انت اللي 25 وانت اللي بدات العصر بقى. شيل شيل يا بريس. ثانيه واحده بس يا جماعه ثانيه واحده. ابلكيشن كندا هو ده انسب حاجه. ما هو في ناس انت تعال اقول لك. بس ايوه بس هو العنوان ده هنا ممتاز غريبه دي ليه؟ انا بسألك سؤال. اه ما هو حضرتك هو في خمسه جم معاهم نفس. مش عايز قصص كتير.
مفيش. العنوان ده هنا ولا لا؟ حضرتك هنا. مين الجدع الفخم ده؟ هو مش تبعك؟ لا انا معرفوش. لا طبعا. لا لا طبعا. ازاي يعني؟ معرفوش طبعا. لا معرفوش طبعا. من انتم؟ يعني احنا مين؟ احنا اللي رفعنا القضية. احنا اللي جبنا المحل ده. شكرين قوي يا جماعة المجهود اللي انت عملتوه ده. بس المحل ده بتاعي انا. وبعد ما فهموا ان المحل ده هو كل اللي حيلتهم قرروا يرجعوا له تاني. اكتشفوا ان الراجل وابنه سابوا المكان خرابة زي ما انتوا شايفين. بس كل واحد كان عنده تخوف من التاني. يعني الجدع بتاع الون خاف من الناخنة بتاع 30 يناير لا يكوش على كل حاجة حتى التلفزيون. اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في برنامج طبق اليوم. النهارده هنتعلم مع بعض ازاي نعمل صينيه بطاطس بالليبراليين. المقادير: واد ليبرالي 17 25 سنه عشان ما اغلبكش في السوا، كيلو بطاطس، البصل بقى ده كتر منه عشان ما يغلبكش. ياخدوا معانا اتصال. الو. ايوه يا فندم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام يا حبيبي. انا كنت عملت الصينيه دي بس بودان الليبراليين، بس الودان غلبتني قوي في السوى. تلاقيك انت يا حبيبي ما تاكدوش كويس قبل ما تحطه في الصينيه. اما تعمل كده ان شاء الله يا جمال ويا جمال. والبي بقى بتاع من انتم خاف لا ياخدوا منه عربيته الشيك ويدوله بدلها. إيه السلعوة. اما الجدع بتاع 30 يناير ابتدت تجيله كوابيس لعمنا بتاع الون يتحكم في كل حاجة. فيتامين في المعادن تمكنت قوات مباحث الكتب الدينية من القبض على شحنة لكتب الاذكار، ونحذر السادة المواطنين من التعامل مع هؤلاء المهربين والا سيكون عقابهم شديد. هش هش يا ديك. الفرخه دي مش ليك. البتاع وصلت؟ الحمد لله على السلامه. ايوه وصلت. يا سمير اسطوره حبيب قلبي. حاجه ايه؟ الماني اصلي؟ قريبي من اصلي. اصلي حبيب قلبي. خد روق نفسك. تدفع بكرنيه فيزا؟ يا معلم. ثانية واحدة. وتبان انت يا نيك. خبي خبي في البنطلون. براستك طريقك يا اخي. براستك طريقنا. يسترك من الظهر. اما بقى اللي كان رايح لعمته ايفون في كندا فجات له هلاويس. يا بقى حريات. يا نعم. ما تلحقني. انا ضد دخول السحر في السياسه. اسحلوه. مين اللي قال الدنيا دي وسيه فيها عبيد مناكيب وفيها السيد؟ يا نعم. سوانا رب الناس سواسيه. او حد فينا يزيد وهيك السيد. يا احمد ايه الالترا صوت اوفر مان ولا ايه؟ يا ابني الالترا صوت بتاع الكوره انت بتعمل ايه؟ ما بيولعوش يعني؟ لا 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 ما بيولعوش دول. انا نايم بحلم. انت بحلم كده؟ تحلم؟ ايوه. انت ما تحلمش انا بس اللي احلم. يلا بينا عشان نتعاون مع العيال دي. تعاون؟ تعاون معاهم مين بس؟ احمد انت بتحلم وبتفكر؟ يلا بس يلا. يلا ايه؟ ما احنا كنا تعاوننا معاهم من زمان، وبعدين ما احنا عايزين نتعاون اصلا معاهم من زمان، وانت اللي بتقول لي دول كخة وحشين. يا احمد المصالح والمفاسد يا احمد مالكش دعوة. بس يلا. لا 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 خليك بقى مش حتتك دي. احمد مش لعبتك بس نفض بقى لنفسك كده. يلا مع السلامة كده. انا تعاون احمد ولا احمد احمد. وفي الاخر اضطروا يتعاونوا مع بعض وينظفوا المحل. ودي كانت نهاية الحدوتة يا سادة يا كرام.
أهدني صار وادنك ملكش حق ملكش حق تلوم عليا تلوم ازاي يا سيدنا وخير بلدنا مش بإيدنا واللي عن أشياء تفنى وبعدها تلوم عليا مصرية أم العجائب شعبك أصيل والخصم عايب خلي بالك من الحبايب دول أنصاري أهلا وسهلا بكم مرة تانية مع صفحة الرأي ومع فيلم أين محلي يا شباب. أنا معايا محمد طلبة ومعايا هاني أنطونيوس الشباب الجميل من اللي عملوا الفيلم اللي تعاونوا علشان الفيلم دوت يتعمل. أعتقد الرسالة اللي في الفيلم واضحة جدا، مصر تتسع للجميع ومصر تحتاج الجميع، ومن غير الجميع هتبقى خرابة زي ما سابها الراجل ودنه، وإذا تعاون الجميع من الممكن ان هي تبقى حاجة جميلة جدا. برحب بيكم هاني ومحمد. والحقيقة انا عايز اعرف انتوا مبدئيا اتلاقيتوا ازاي، لقيتوا بعض ازاي وسط 80 مليون؟ هو هاني كنا احنا دايما بننزل، احنا كحركة سلفية كوستا احنا بقناش كتير، بقنا حوالي 4 شهور أو 5 شهور. قبل كده كنتوا في كوستا وكنتوا قبل كده كنا قهوجيه يعني، ما كناش كنا نيجي ناخد القهوه بتاعتنا ونروح على طول. والفكره اصلا كانت قائمه وهو باين من الاسم يعني، هي كانت نكته كنا بنهزر وبعدين الموضوع قلب بجد. هي كانت نكته كنا بنهزر هو اصلا كنا بنحاول نطلع افيه على الناس اللي هي بتتريق على السلفيين ان هم كائنات نكت حرام. طبعا لا يجوز. فهي كانت الفكره كلها فعلا كده، ان هم فاكرين احنا كائنات فضائيه وبداوا يتعاملوا معانا احنا كائنات فضائيه، فقررنا احنا نثبت احنا كائنات فضائيه فعلا بانشاء الحركه دي. وقابلت هاني في وقفه من وقفاتنا في التحرير. انتوا يعني انتوا عرفتوا على بعض في التحرير؟ ميدان في الميدان. كان تقريبا كان اعتصام 8 يوليو. وكان انا كنت معنا يعني كنت مع ناس وشفتهم حاطين اليافطه بتاعتهم سلفيه كوستا احنا اللي بنحاسب على المشاريب. فقلت اخش رحت اشوف حاجه ببلاش مشاريب ببلاش بس رحت اتكلمت كان طلبه وكان وليد مصطفى واقفين ورحت اتكلمت معاهم وقعدنا نهرج. وكان يعني عجبتني قوي الفكره بتاعتهم، فكره التواصل مع الاخر مبدئيا غير افكار من ضمن افكار كتير بس وابتدينا بقى نتعامل نتحرك. طب انت قول لي رايك في السلفيين في التيار السلفي اللي انت تعاملت معاه يعني. بص انا دي مش اول مره يعني، انا شخصيا مش اول مره اتعامل يعني، انا معايا في الشغل سلفيين كتير جدا. فكنت فاكر بالنسبه لي لما بعد بعد الثوره وابتدى فجاه الناس كلها يعني يظهر كده سلفيين سلفيين وكده، فبالنسبه لي انا كنت يعني بتغاظ شويه. انا عارف انه في الاخر هو السلفي هو بني ادم مصري عادي زي حد، فيه الوحش وفيه كويس زي يعني، مفيش السلفيين دول بيعملوا كذا وما بيعملوش كذا. ف بس ففي الاخر هو شخص متدين ملتزم بدينه وخلاص، وبعد كده كبني ادم في كل الاتجاهات وفي كل الصفات وفي زي كل بني ادمين يعني. ما حاولوش يهدوك كده يخلوك تسلم. حاولنا كتير. حاولوا بس مفيش امل. مفيش امل. حاولوا بس. فهي يعني مش عارف يعني حاجات مفتعله ان احنا نخاف من بعض او ان احنا لكن في الاخر كلنا واحد يعني، بنقعد بنهزر بنهزر زي ما بنكون سلم. طيب بما ان الاهلي جاب جون فضل واحد كده. كنت زملكاوي فضل واحد. لا مفيش في حاجه بتجمعكم غير حب مصر، حب الاهلي، حب انتوا لعبتوا ماتشات في الكنايس. كنا مع التجربه دي. احكي لي انا عايز احكي يعني، نرجع لحته في الفيلم كده كنا رايحين نصور انا وهاني، فقلت له هاني هعدي عليك اخدك يعني في الطريق. فطبعا بقى احنا لسه مش متعرفين على بعض قوي، فيعني في تنشنه شويه يعني.
فقال لي طيب انت عارف انا فين؟ بقول له لا يا هاني هكون فين يعني؟ قال لي في العباسيه. قلت له فين يعني؟ قال لي جنب الكاتدرائيه. قلت له اه صحيح هاني انطونيوس هكون جنب ايه؟ مسجد النور. مسجد يكون جنب الكاتدرائيه. قال لي اه ما انت ايه جنب مسجد النور. قال لي اه ما انت اكيد عارفها كنت بتتظاهر هناك. قلت له يا دي الغامضه هنبداها عكه كده. طيب ماشي. فبقول لحضرتك هي الدنيا خفيفه وبسيطه ولكن الناس للاسف يعني دي ثوره شباب وللاسف الناس كانت بتتكلم فوق بطريقه نظريه جدا وبدات ان هي كل ما تيجي تحل المساله تعقد خالص. فهي دي الفكره ان احنا قررنا لا ان احنا ننزل ونعيش مع بعض مع الاحتفاظ بالثوابت اللي عند الناحيتين. ماتش السلفي المسيحي ده كان ماتش جبار. ده كان المؤسس فيه او كان المنظم ليه باسم فيكتور. ده ضحيه من الضحايا دلوقتي. ف كنا عايزين نعمل اكتر حاجه المصريين بيتجمعوا حواليها زي امم افريقيه و و وتلاقي الشارع كلها يا حبيبتي يا مصر وبلادي بلادي وبتاع ونسيوا اي حاجه تانية جوع وفقر وامراض وكده. فقررنا احنا نعمل الماتش ده بحيث ان احنا نجيب اكتر اتنين بيكرهوا بعض في العالم هم السلفيين والمسيحيين. مش كلهم طبعا ولكن ده الموجود ده واقع. ونبدا ان احنا الصوره اللي بيحاولوا ده واقع موجود يعني. لا احنا ما نحاولش نزوق ده موجود فعلا يعني. هم فعلا متنشنين مع بعض. فقلنا كوره وحتى واحنا جايين بنتكلم معاهم قلنا كوره كوره ها مش كوره وحده وطنيه والافطار الوطني القصه دي ماتش كوره بتاع مصريين يعني شنكله وضرب وبتاع يعني كوره مش راح احسس بقى عليه عشان معلش حضرتك مدرسه بديل بس مدرسه مدرسه بديل ورا الشمس كانت هتخيشنا دي بس. فلعبنا الماتش فاحنا كنا خايفين الماتش كان في الكنيسه لا ما كان اسمه ما رضيتش بصراحه لان كان في ساعتها اجرنا ملعب بقى ما احنا لقينا ان هو الكنيسه ارض محايده في سويسرا فبالظبط مع الحسابات السريه للاعضاء الحركه بتاعتنا. فقررنا احنا ناخد ملعب في المعادي. والمهم اللقاء بين الفريقين طبعا لبسناهم لبس مميز تعرف لازم نميزهم عشان عقله مندسه. فقررنا لبسناهم ازرق واحنا لبسنا ابيض نديل على النور والصفاء والحاجات دي. واللقاء بدا في الاول اهلا وشرفنا ما شاء الله وبعدين ايه ده احنا كوره بقى وشنكله وضرب وبتاع. حتى عملنا شويه افيهات كوميديه وسكتشات كوميديه المفروض تنزل قريب سيناريوهات على الماتش يعني. فيبقى في تعليق وناس بتقلب بقى المذيعين وقصه كده. ولقينا الدنيا بدات الناس تتصل بينا ايه ده طب ما تيجي نعمل حاجه تيجي نكبر المشروع دون. فاكتشفنا احنا لازم ننتقل من مجرد جروب على الفيسبوك الى حركه وليها اهداف وليها يعني نشاطات ونزول وبتاع. واخدنا عروض بقى كتير جدا من قطر والسعوديه كاش الممول وبتاع. احنا رفضنا كل التمويل دون ومن صربيا طبعا رفضنا الفيلم ده كله. وبعدين لقينا نفسنا مصممين احنا نعيش مع بعض بدون يكون في مقابل. احنا ضد تكون اتجاهاتنا مهما كانت هي ايه تكون مشروطه يعني اتنازل عن حاجه من حاجتي. زائد اكتشفنا ان انا وهاني والشباب ان السياسه فرقت قوي اكتر من هي تجمع. والناس تخيلت ان هي الدنيا كلها سياسه والدنيا مش كلها سياسه في حاجات تانية كتير ممكن نجتمع عليها. انا عايز افهم بقى او احكوا لي قصه الفيلم او الفيلمين اللي عملتوهم. احنا عملنا اين ودني واين محلي مش كده؟ في اين طلبه بعد كده بقى انا هعمله معاهم اين هاني لما الكنيسه تسجل بعد الحلقه دي ما اظنش هتطول يعني مش عارف ان شاء الله. لا قلت لك الاسلام هو الحلقه نجيب له حمايه دوليه. طيب احكوا لي قصه الفيلمين. قصه الفيلم الاول هي كانت برضو نكته ما كناش قاصدين ان احنا نطلع بالشكل دوت. كانت الفكره ان انا بقيت الناس اللي انا معاها في الشغل بقالي سنين في شركتنا بداوا يبصوا لي بصه فيها بصه اللي هو اليوفو اللي جاي من الفضاء ونازل يعني بركن عربيتي كده انا بركن طبق طاير ونازل ومش عارف ايه. ف خير يا رجاله لا اصل سمعنا عنكم شويه كده مشاكل وبتاع. فقررنا احنا نعمل الفيلم دون اللي اكتشفنا الافلام هي اكتر حاجه بتوصل رساله بشكل سريع وخفيف. وبما ان احنا سلفيين فاحنا يعني دخلنا في حته تقطيع الودان تقطيع الودان وكل بقى الكليشيهات البشريه هي بصراحه الفكره كانت بتاعت عزت امين اخويا. وفكره الفيلم الاول اين ودني والفيلم الثاني اين محلي. وعزت امين برضه هو اللي كان عامل لو شفتوا الكرتون بتاع مات نام فكان نازل شويه قنوات كده كان هو عامل برضه هو اللي كتب قصه الفيلم ده. الموسيقى ما كانش فيه موسيقى احنا سلفيين وانت عارف يعني عندنا مشكله كبيره في حته الموسيقى دي. ولكن القصه اللطيف بقى ان لما جينا عزت في حته الموسيقى دي عزت يعني متحرر شويه يعني
جدا مش شويه عشان هو بيتضايق من شويه دي. انا على خلاف فكري بسيط ولا بسيط ولا حاجه. فجاي احط موسيقى على اساس ان هي هو مش متخيل في مشكله يعني. فنور اول راح عندنا مشاكل شويه في حته الموسيقى دي. ما عندناش كتير يعني، ما طولناش في حته لا وانتوا جهله ورجعتونا 1400 سنه ورا. احنا مش شايف ان الموسيقى دي هترجع ولا هتقدم قوي غير انها غذاء الروح وان هي وان هي وان هي. احنا حاولنا ان احنا نحيد كل الحاجات اللي ممكن نختلف فيها مهما كانت بسيطه. يعني ممكن انت شايف بسيطه، انا بالنسبه لي مش بسيطه. ايه رايك بقى لو نشيل القصه دي ونجتمع؟ فده كان فكره الفيلم. ما عملناهوش بالموسيقى اللي احنا عندنا تحفظ عليها، ولقينا الجديد ان الناس تقبلت الفكره وما بداش نشوف بقى ده انتوا متشددين يعني ما بتسمعش ام كلثوم، انتوا سيدي ام كلثوم فوق راسي يعني ما عنديش مشكله، بس ما بنسمعش، دي حريتي الشخصيه يعني، حاجه المفروض ما تاثرش عليك خالص، انت روح اسمع دي قضيتك وانا سيبني اعمل انا عايزه يعني. فطبقنا الفكر بتاعنا بالحاجات اللي تسمح او تحيي روح التجمع او اللقاء. مساحات المشتركه لقيناها كتير جدا حتى مع انطونيوس، تخيل رغم ان هو انطونيوس بس لقينا برضه. ايه المساحات المشتركه؟ كل حاجه يعني، يعني بعيدا عن الدين اللي هو كل واحد في بيته بيصلي ازاي او ايا كان يعني، كل حاجه في حياتنا حاليا بالذات الفتره الحاليه يعني مصر مشتركه بين المشاكل بتاعتنا واحده، التهريب بتاعنا واحد، كل حاجه يعني الهموم بتاعتنا يعني مش عايز اقول كلام كبير بس يعني بس واقع يعني ان احنا في الاخر الحياه اليوميه بتاعتنا واحده، فطبيعي ثقافتنا واحده، قرينا نفس الكتب، عملنا نفس الحاجات، فطبيعي ان احنا في الاخر بنفكر بنفس التفكير لحد ما كمصريين اكتر من اي حاجه ثانيه. فبعيدا عن زي ما طلع بيقول انا بسمع مزيكا هو ما بيسمعش مزيكا، دي حاجه ماشي ممكن تخلينا في حته معينه ما نتقابلش لما يبقى في مزيكا، فانا هسمعها وهو هيمشي لو انت هتبطل. ايوه لكن انا لغايه لما يجبرني، لغايه لما يمسك ويجبرني ان انا انت قريت ابن تيميه هي انت بتقول قريت ابن تيميه؟ لا لا بس انا متاكد ان طول ورا حاجه ثانيه غير ابن تيميه. لا بالراحه هو بس جاي في الطريق، انا هضيعك مش هتروح بركون. راح عليا بالراحه بس. طيب مين اللي مول الفيلم ده بقى من الاخر؟ ناس كتير، جهات من جهات كتير يعني. فتحنا صندوق صغير بينا في الاشارات وتبرعوا الفيلم علينا محلي، وانت عارف بقى الناس لما تصدق التمويل يعني. الخارجي طبعا دلوقتي مع منظمات المجتمع المدني اللي هيبوظ عليا دلوقتي. طب انا بسال سؤال في منتهى الجديه، ايه رايكم في موضوع التقارير اللي هتطلع على تمويلات خارجيه من ضمنها منظمات سلفيه متهمه بانها خدت فلوس من بعض الدول العربيه الصغيره؟ صغيره حجما ولا مكانها؟ والله ما اعرف، التقرير قال كده يا محمد. ازنقك برضه. مش انا ما طلعتش التقرير، هم اللي طلعوه. قلت ايه؟ بص حضرتك، شوف اذا كان المؤسسات السلفيه الكبيره اتهمت انها اخذت تمويلات، فسلفيه كوستا اتهمت انها اخذت تمويلات برضه، يعني تخيل. فواضح ان دي اتهامات جاهزه ومحطوطه في الدرج وبتطلع وقت النجاح او بتطلع وقت ال نتوحد ونعمل فيلم سوا بالظبط كده، وقت اللي هي ايه ده الناس دي ماشيه كويس، الله 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 ده في انتخابات جايه، لا ما يمشوش كويس. انا عندي سؤال لكل الناس المتقدمه للانتخابات يعني، وانا عارف ان الشباب زمايلي قاعدين بره هيخلصوا عليا في الحته دي، هو اللي هيمسك البلد مهما كان مين؟ هو هيحكم الفصيل بتاعه بس ولا هيحكمنا كلنا؟ هيحكمنا كلنا بغض النظر اتجاهاتنا عامله ازاي. فهل من الواقعي ان انا اللي بكلم الفصيلين يعني، هل من الواقعي ان احنا نبدا نستقطب بعض او نبدا ان احنا نعمل كليشيهات لبعض؟ يعني ده اكتر مشكله واجهت سلفيه كوستا وتواجه كل الدنيا دلوقتي، نظريه القص واللزق في اليوتيوب جبارة يعني، تلاقي ان لا تقربوا الصلاه وقطع، بص بيقول لك ما تصلوش، شفت بقى الدنيا عامله ازاي. وبعدين ده ما بيديش مساحه للشخص اللي يغلط انه يرجع تاني. يعني انا مثلا لو غلطت لاي سبب من الاسباب في تصريح او في حاجه وقررت ان انا اعتذر، طب ما انا لما الاقيكم عاملين لي 13 فيديو ورد الناري لابن عبد الباري، ما انا مش خلاص خليهم بقى كده. هي دي النقطه، لازم ندي مساحه من التسامح كافيه للشخص انه يرجع، ما فيهاش اي حاجه يعني، انما هفضل انا عامل فوكسنج على المشاكل. ما محمد خليني اسالك سؤال، ما هسالك انت نفس السؤال يا هاني، هل يعتبرك السلفيون سلفيا؟ هاني طبعا مش هل يعتبرك المسيحيون مسيحيا؟ مش قوي كده. ف
في البداية كان في صدمة طبعا، وكانت يعني شوك كده، والناس بدأت تهنج والتنشن معانا وبتاع، ولكن مع الوقت يعني هم مثلا بيلاقونا في نفس صلاة الجمعة يعني مع بعض، هو نفس الشيخ نفس مهما كان الاكتيفيتي او النشاط اللي بنعمله ايه بيلاقونا مع بعض. الفكرة ان احنا يعني قررنا ان احنا ناخد الاتهامات اللي بتجينا من التيارات المختلفة منها التيار السلفي او الانتقادات ان احنا ناخدها بالراحة وننزل نقعد مع الناس دي. لا طبعا كان في ناس طبعا ادونا كارت احمر وطلعونا برا، ولا زالوا بيقلوا يعني، القصة بتقل جدا بصراحة. هي بص كم في المية من السلفيين ادوك كارت احمر؟ لا البداية خالص من 27/5 طلع يعني كله تقريبا احنا كنا، ودلوقتي لا يمكن 10% او 5% بس. هي الفكره حتى اي حاجه اللي لازالوا بيدوا كارت احمر مش هقول المؤيدين، انا مش عايز حاجه المتقبلين، احنا مش عايزين تأييد، احنا عايزين ان هم يعترفوا بيك بالظبط. انا مش عايز تأييد ولا عايز مباركه باي حال من الاحوال، انا كل عايزه بس ان يبقى في ثقافه الخلاف ومساحه تكون اوسع شويه. طيب محمد، يعني هل تطور التيار السلفي خلال الشهور الماضيه؟ زي اي تيار طبعا تطور جدا. يعني حتى هتلاقي ان يعني الحرية خلت الناس تتفتح، الحرية كانت صادمة محدش كان متخيلها، لكن في النهاية ابتدينا نختزل الموضوع ونتفتح. بالظبط، بدأنا ان احنا نطلع برا نظرية المؤامرة، وان انا خايف اتكلم مع عبد الرحمن حسين يكون بيسجل لي حاجة وقصة. يعني خرجنا برا بس انطونيوس جاي وقت صوتك وقت صوتك، لا بطلنا الحاجات دي، وكانت موجودة في الناحيتين على فكرة. يعني طبعا يعني زي ما في كليشيهات هنا في كليشيهات هنا، فطلعنا من الحتة دي لحد كبير وتعلمنا من اخطائنا طبعا، وبدأنا ان احنا نشارك المجتمع. خلي بالك هي المجتمع ما كانش بيرضى يشارك السلفيين، لانك لو وقفت مع واحد بدأنا وبتاع خلي بالك هتتمسك مش عارف ايه. فالعزلة حصلت من ناحيتين مش بقول من ناحية واحدة، ولكن ده بدأ يفك شوية بعد ما خلاص شفناهم في الميدان وشافونا واشتغلنا مع بعض وكنا مع بعض والحياة وصلت واخرجته وكتبته. كانت كارثة دي خنبيع. هل يعتبرك المسيحيون مسيحيا، او هل انت داخل المسيحيين طائفة المعتزلة؟ لا يعني انا الفكره كلها ان انا مش يعني اول ما ابتديت ومن قبل كده، يعني طول عمري يعني دي مش اول، يعني انا طول عمري ما عنديش حساسيات، يعني بتعامل من غير حساسيات. طبعا في بعض المسيحيين في عيلتي مثلا او في كده، ممكن لما لا في الاول لما كنت مثلا انا انت فين اراء سماع محمد ده سلفي ومش عارف سلفي انت بتعرف حد سلفي، يعني كان في طبعا تقول اصلا انت فكان في الحته دي شويه، بس بشكل ما كان يعني الحقيقه معايا انا ما كانش، انا عارف انه في يمكن ناس تانية مسيحيين في الجروب كان واجهتهم مشاكل اكبر، يعني كان انا بالنسبه لي ما كانش في الحقيقه ما كانش في المشكله غير الصدمه، يعني حته الصدمه كده في الاول ايه ده وانت بتتعامل فين مع سلفيين بس مع سلفيين طالع مع سلفيين يعني كده. بس خلينا يعني نحدد الموضوع اكتر في المحيط المسيحي الذي انت جزء منه. رد الفعل الاولي لان انت لك اصدقاء من التيار السلفي كان ايه، وكيف وهل تطور هذا الامر بعد ذلك؟ هي بتبقى الفكره اكيد يعني الفكره يعني في الاول ما زي ما كنت بقول لك، يعني لما حد مثلا انت مصاحب سلفيين وبتاع او اعرف ناس سلفيين وكده، بقى في خضة او استغراب يعني شيء من الاستغراب، بعدين انت بتزيل الصوره شويه بشويه بزيل الصوره، وبعدين مثلا لو نتكلم على سلفيه كوستا بالتحديد ابتدي انا اتكلم سلفيه كوستا دول عملوا ايه، مجرد انا شفتهم في الميدان وشفتهم في الورق الفلاني، ومجرد ان ببتدي اتكلم دول الناس دي بتعمل ايه وراحت بتحاول عملت ماتش مع المسيحيين، فالكلام ده كان بيفك كل حاجه. يعني مجرد ان هو يعني هو كان هو عنده ممكن عنده مشكله مع سلفيين، انا بتعامل مع سلفي، انما لما اقول ان السلفي ده سلفيه كوستا بالتحديد راح عمل كذا وبيحاول يعملوا كذا افكارهم كذا وعملوا كذا، الاغلب كان بالعكس يعني كان بيتحمس، يعني وكل اللي شافوا يعني كل المسيحيين عرفهم شافوا فيلم عجبهم جدا وتحمسوا جدا للفكره، يعني وشايفين انه فيلم بيعبر قوي عن واقع الواقع اللي احنا فيه. يعني احنا طب بامانه كده ايه اكتر حاجه خنقك منه؟ بص بره نستناك انت عارف، لا انا عندي ما انت حد وانت بتصور معاهم حد قال لك تدفع الجزيه مثلا؟
دي حتى ولا بيظهر حتى عشان حتى دي هزرنا في كل حاجة بس حتى دي إلا الفلوس حتى دي نسيبها بس نسيبها بس هو أنا بس عندي اعتراض على فكرة إن أنا مثلا إيه مضايقك فيهم أو أنت بتخنق منهم وأنا لو في حاجة بحاول أتفهم لو في حاجة حتى مضايقاني حتى منطق المجتمع يعني لو في حاجة ممكن مثلا يعني ولد أنا مثلا أعرف محمد فلو في حاجة ممكن أنا محمد في حاجة مش عاجباني محمد أنت قررت تفضفض على الهوا دلوقتي مثلا يعني أو العكس أو في أي حد أو كده فحاول حتى مضايقاني في محمد مفيش أي أمل إن أنتوا تخبطوا في بعض في الحوار ده خلاص بقى ناخد فاصل بقى طالما العملية كده ناخد فاصل وأمرنا إلا تابعونا بعد الفاصل يمكن نحاول نولعها يعني عشان الإثارة والمشاهدة نسبة المشاهدة ترتفع تابعوا أعزائي المشاهدين أهلا بكم مرة تانية مع صفحة الرأي وحلقة عن فيلم أين محلي ينتجه سلفيو كوستا تلك الجماعة التي تنتمي إلى التيار السلفي ويتعاون معها ليبراليون ومسيحيون وشعراء طيب مش هنعديها خلونا بقى نخش في الجد بقى ونشوف انتوا هتصمدوا معايا لغاية فين هاني إيه رأيك في المادة التانية في الدستور المادة الثانية في الدستور انا شايف ان دي مادة موجودة من سنة 23 طب ما انت كنت في الفيلم عمال تقول انا بقالي 30 سنة يمكن موجودة من سنة 23 وانت عايز تغيرها من سنة 23 هي الفكرة كلها انه طبعا قصة المادة الثانية دي قصة افتعلت بعد الثورة يعني بعد ال 18 يوم ما خلصوا وخلاص بقى لا وهنبني بلد ده خلاف حقيقي موجود من قبل انا هقول لك ما هي خلاف موجود بس تعالى من السبعينات من ايام السادات او يعني ده من حسب 30 سنة. من 30 سنة بس انا بتكلم على بتكلم على دلوقتي يعني احنا يعني حتى قبل الثورة ما كانش قوي يعني حوار حاجة كبيرة ان ما فيش نيلغي ولا ما نلغيش ايوه وفي وقت الميدان يعني في وقت ال 18 يوم بتاع الثورة ما كانش موضوع مثار اسير بعد ال بعد الثوره بعد ما خلاص تنحي وكده ولقوا ان احنا بقى هنبني بلد بقى فاول اسفين اول مسمار كده كان الماده الثانيه تتلغي ولا ما تتلغيش ونتخانق مع بعض والاستفتاء اتعمل وكانه استفتاء على الماده وكانه استفتاء على الماده الثانيه وهي فكره انا بالنسبه لي الماده الثانيه هي ماده بتقول ايه؟ بتقول ان مصر دوله اسلاميه مصر دوله اسلاميه انا اعرف مسيحيين صوتوا بلا بنعم عفوا انا اعرف مسيحيين صوتوا بنعم يعني مصر دولة إسلامية مصر دولة إسلامية هويتها إسلامية ده سواء حطيناها في المادة التانية أو شلناها المادة التانية يعني قصة حتى الدستور في حد ذاته يعني فكرة إن أنا الجمل إن أنا مادة هي أنا أشيلها أو أحطها هو ده مش هيغير حاجة هو المهم إحنا هنعيش إزاي والحياة عاملة إزاي يعني ما إحنا كنا في يعني أنت ممكن في يعني ممكن نظام يبقى مش إسلامي أو نظام يبقى مثلا بيقول إن هو علماني يضطهد المسيحيين ممكن نظام يبقى مختلف أو ليه هوية أو ليه مرجعية وموضوع مش قصة مسيحيين كمان يعني قصة هي قصة إن مصر دولة مادة تانية بتقول مصر دولة إسلامية اللغة العربية الشريعة هي ما بتقولش إن مصر دولة إسلامية الحقيقة هي بتقول إن الشريعة الإسلامية مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع ومبادئ الشريعة الإسلامية اللي هي مقاصد الشريعة من العدل والمساواة هي هتلاقيها موجودة في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان وفي كل الشرائع وفي الآخر الأهم بقى من المادة التانية مكتوب فيها إيه ولا هنزود عليها ولا هنشيل منها ولا هنعمل كده الأهم اللي إحنا المفروض نتكلم فيه بقى ونتناقش فيه بقى مصر هتبقى عاملة إزاي هنحسن اقتصادها ازاي المجتمع هنحل التعليم هنعمل فيه ايه الكلام ده كله هو ده الكلام المهم والتعامل بين القانون هيمشي ازاي وهيطبق ازاي عموما القانون عموما يعني انا هحط انا ممكن احط قانون مليون قانون تحمي كل اللي انت عايزه زي اللي كانت موجوده قبل كده وما بتطبق ممكن احط لك باش بدل 20 يعني بدل 20 ماده ثانيه احط 20 ماده تحمي كل اللي انت عايزه والحريات وكل اللي احنا متخيل عليه لو اللي موجود مش منتخب بطريقه مظبوطه او النظام الموجود مش متسيستم مظبوط بطريقه ان هو مش هيحترم القانون ده ومش هيحترم الحريات مش هيحترمها حتى لو موجوده في 30 ماده فده اللي احنا محتاجين دلوقتي نعمله ايه ان احنا ازاي نوصل لشكل هيئه البلد احنا البلد خربانه يعني خربانه مش عشان حاجه خربانه لان ما فيهاش مؤسسات يعني مش الماده الثانيه هي سبب الفساد او السرقه او الظلم او النهب او تصدير الغاز ولا عدم يعني وجودها او عدمه مش هو ده اللي هيحسن التعليم ومش هو ده اللي هيحمي القانون ومش هو ده اللي هيحمي اي حد في البلد دي مش بس يعني انا رافض فكره ان احنا هنزيد نحمي المسيحيين لا احنا مش مسيحيين هم ال 30 سنه اللي فاتت مش مسيحيين كانوا مضطهدين مصر المصريين كانوا مضطهدين هو مضطهدين بس هو جزء ما كانش في قانون فكان اللي عايز يعمل حاجه بيعملها ده كان الوضع فده اللي احنا محتاجين نغيره انه يبقى في قانون بيحترم انه لا اللي مش اللي في هنحترم الكلام ده ف
فقصة المادة التانية دي قصة مفتعلة ومقصودة، وانا اعتقد انها زي حاجات كتير مقصودة. طيب. يعني ممكن اخبط شوية بس يعني ممكن اقول انه اول حط لستات من الاهرام يعني. محمد يا طلبة. بص يا رب. هل توافق نظريا على ان يكون رئيس الدولة ان يكون متاحا للمسيحي ان يترشح لمنصب رئيس الدولة؟ بص حضرتك الاسئلة دي قتلت بحثا المرأة احنا لازم نسألها، ما دي الخيبة اللي احنا فيها، ان احنا لازم نقعد نسأل الاسئلة الخيبانة ديت. امال ايه معنى ان احنا نكون دولة متخلفة؟ ايه معنى التخلف؟ ان احنا نقعد 30 سنة و40 سنة بنسأل في نفس الاسئلة لغاية مستنيين انه يطلع جيل زيكم ويقول لنا يا جماعة انتوا بتحصلوا على اجابات على الاسئلة الخاطئة، المفروض تسألوا اسئلة تانية، تسألوا زي ما هاني قال الاقتصاد وسيادة القانون، فانا مضطر اسألك الاسئلة الخيبانة ديت يمكن انجح في ان انا اخليكم تتخلوا. واحدة دي خلي معاك الفيلم الثالث بعد اعلنه انا اسميه اين سلفي في المحيط، اكيد في المحيط دلوقتي. بص حضرتك هي الفكره اللي لازم نحترمها جدا اللي هي احترام اللي الشعب هيختاره بغض النظر هو ايه، وانا مش مع فكره ان في فصيل ودور. لا انا هقول لك، لا انا عايز اجابه. لا ما انا هاخد لفه وارجع لك تاني بس بركن عربيتي. انا بقول لحضرتك انا السلفيين وكل الناس كانت عايشه في ظل دوله بقالها 60 سنه مش 30 سنه، الموضوع بدا من 60 سنه. القانون فيه محايد، كل واحد بيعمل على مزاجه. لو القانون يسمح ان القبطي يترشح للرئاسه خلاص هنعمل ايه يعني؟ هنقف بقى في مظاهرات نقول لا ماشي اقف، بس في الاخر في سياده قانون. احنا مشكله مصر من الاخر هي احترام قانون، هي مساله تعليم وعي، هي مساله احترام اراده الشعب. يعني انا ضد فكره ان واحد يطلع يقول لك اصل الشعب ما بيفهمش. والله الشعب ده هو اللي حطك في الكرسي ده، واللي انت بتقعد ما بيفهمش دلوقتي، فما تجيش تقول لا ما هو الشعب ممكن يختار ان هو القبطي او المراه هي تترشح. ما هو الشعب هو اللي اختار، ما لكش دعوه بقى. انت قصرت ان انت تقدر تتواصل مع الشعب ده وتغير فكره لعدم تولي القبط للرئاسه او عدم تولي المراه، دي قصتك بقى، انت روح حل الموضوع ده. بس مساله ان انا هفضل حاطط الاسئله اللي هي في الدرج دي، ممكن نتكلم في نن بلد المراه، ممكن نتكلم بس عندنا 40% محو 100 القبط للرئاسه. انا اسال سؤال، هي المراه امريكا اللي بقى لها 500 600 سنه واللي هي يعني حضرتك بقى لها 150 سنه بس ولا يعني هنفترض ان هو بقى من ساعه ما احتلوها المراه صوتت امتى في امريكا؟ من حوالي 50 سنه او اقل او في الستينات حوالي 50 سنه دي المراه صوتت في سويسرا في السبعينات فرنسا في الاربعينات برضو هي دي النقطه بقى. فانا هفضل كل شويه كل ما نيجي نطلع مش احنا احنا اول مره نساله بصراحه يعني بس قصدي ان التوك شوز كلها قائمه دلوقتي ان السؤال وفرقع القنبله وسيبهم بقى يعني. انت مواليد كام يا محمد؟ انا 79. مواليد كام؟ 81. يعني نقدر نقول ان انتم مواليد الثمانينات انتوا الاثنين، جيل الثمانينات المصري مقهور. طب انا دلوقتي شايف قدامي جيل بيتكلم بلغه مختلفه، عنده قدره على التقارب مع بعضه، وعنده قدره على تجاوز الخلافات، عنده قدره. انا صاحب لغه الجيل دوت، جيل بيجيب من الاخر تمام كده. انا قلت كمان الشغل يطلع معاك مش تقول لي بقى رايك ف من الاخر كده. والسؤال موجه للضيفين الكريمين، هل المشكله السياسيه في مصر هي فجوه بين الاجيال؟ ان البلد بقى لها اكتر من 60 سنه متسيلمه لاجيال بتلت وتعجن؟ هاني بص، ده ممكن يكون، مش عايز اقول قوي كده، ممكن يكون جزء من المشكله او جزء من المشكله في رايي، مش اجيال قد ما هي يعني في رايي انا كمان في اختلاف بين الناس، واعتقد ده ممكن يكون نتيجه للنظام. خليني اوضح لك حاجه. انا في مره الكلام ده حتى كتبته في عده مقالات، واسمع الكلام ده يا طب. في مره من المرات كان قدامي خناقه بين مجموعه شباب كلهم يعني اصغر منكم مثلا بسبع ثمان سنين، في اوائل العشرينات او في اواخر ال 12 ماشي. وكانوا بيتخانقوا عن حادثه المنشيه الشهيره وكانها حصلت امبارح. بعضهم ابهاتهم اخوان وبعضهم ابهاتهم مصريين.
فمسألة ولغاية النهاردة لازالت المشكلة موجودة يعني ما بين الناصريين والإخوان لغاية النهاردة المشكلة موجودة، رغم أنه مع احترامي الشديد طبعا للتيار الناصري والجماعة الإخوان المسلمين، في جزء كبير من الخلاف اللي ما بين التيارات ديت أصبح خلاف عبارة عن رياضة ذهنية حول حقائق تاريخية. يعني دولة عبد الناصر انتهت من 40 سنة ومكتسبات اللي عملها عبد الناصر تقريبا حسني مبارك باعها كلها، يعني إذا حتى قناة السويس أعتقد يعني كانت على وشك يا ما فضلش غير الكافيه كوستا وشويه تناس بلاغز عياره يعني ماشي كاتدرائيه تلعب بس ما كانش في كوستا يا طيب. فاللي انا بحاول اقوله انه هل النهارده التيارات الجديده ما عندهاش قدره ذهنيه او فاهمه شايفه الموضوع مباشره المعركه فين وداخله عليها من غير ما تقعد تلت وتعجن في نوعية هذه الخلافات العقيمة؟ ما ده انا كنت عايز اقوله انه انا اللي انا بحسه دلوقتي وكل ما بنزل اكتر وكل ما بكلم مع ناس اكتر في الشارع انه في صراعات وهمية بتتخلق فوق عايز اعتبرها اجيال لما على اساس انه اغلب الناس اللي فوق دي من اجيال قديمة فهي في الاخر توصلت بالنظام او عايز اعتبرها نخب عايز اعتبرها في النهاية ما زال الذي يسير بزقون الدولة من مواليد يعني من مواليد نصف القرن الماضي وقبل كده كمان اسمه 129 اللي بيسير بالدولة فعلى المستوى وللأسف ندول حتى هذه اللحظة اللي في كثير من الأوقات هم دول بيعبروا عن التغيرات المختلفة هم اللي بيطلعوا في التلفزيون وبالتالي بيساعدوا على الفجوة فبيخلقوا صراعات بحسن نية او بسوء نية ان احنا في الاخر نبقى ليبراليين ولا اسلاميين الموضوع مش مسيحي يعني الموضوع ده حتى ما بقاش مسيحيين وسلفيين يعني مسيحيين وسلفيين كانت من 3 شهور مسيحيين دلوقتي ليبراليين واسلاميين يساريين حتى يساريين وراسماليين مش قوي يعني اليومين دول فكل الصراعات دي موجوده فوق او الايديولوجيات دي بتتخانق عليها فوق وبنأججها وبنزودها بحسن نية او بسوء نية لما بتنزل بقى في الارض في الشارع مش بتلاقيها بهذه الدرجه يعني في الاخر بدل ما بنقعد نتكلم مع بعض هتلاقي انه في الاخر التقسيمه دي يعني التقسيم اللي هو الليبراليين هنا والاسلاميين هنا مش يعني زي بالظبط لما حسني مبارك كان عنده مشكله مع اثيوبيا علشان محاوله اغتيال الناس فوق عندهم مشاكل مع بعض لخلفيات تاريخيه اتعملت قبل ما احنا نتولد واحنا مش بينما احنا على الشارع بنتكلم بقى على كوستا بالظبط لو قعدت الكلام هتلاقي انا ينفع اقول كوستا وما ما ده العاب يا جماعه بس انا اسمه خدع هنعمل ايه؟ قولي يا جماعه هو كوستا اللي بينول في الاخر طيب بس ليكم وجود في الحياة السياسية يعني انتوا النهاردة موجودين من خلال الافلام موجودين مع بعض كنتوا موجودين في الميدان هل انتوا حزب هل انتم ممكن افكاركم دي تتطور وتاخد شكل مؤسسي منظم يلم هذا الجيل او بعضه او يعني هي الفكرة كلها احنا حركة سلفية كوستا هي قامت لان احنا شوية شباب غاضب من الحالة السياسية اللي كانت موجودة فهي اصلا المبدأ الاساسي فيها ان هي لا للسياسة ده مبدئيا واحنا بنحاول ان احنا نكون دايما قريبين من الناس اللي هم زينا ومن المشاكل الحقيقية يعني اسأل سؤال انت كنت يعني مثلا بستغرب جدا لا واحد يقول لك انتوا كنتوا فين قبل الثورة ما سمعناش عن سلفيين دي قبل كده بقول والله دي مش مشكلتي ان كلمه سلفيين او اخبار السلفيين في المعتقلات ما كانتش بيجيب اعلانات كابلز وازازه الزيت فما كانش الاعلان بيعرضها فدي قصه تانية يعني العتاب ما يكونش عليا ان انت ما تعرفش السلفيين دي مشكلتك دي مشكله القنوات اللي هي قائمه على عدد المشاهدات لا حتى قبل الثوره كان هناك قنوات سلفيه بتعمل نسب مشاهده عاليه جدا جدا يعني ممكن برضو يكون السائل عليه جزء كبير من التقصير دي بقى التيار كان موجود دي الفكره ان للاسف القنوات دي يعني قابلت واحد مثلا في الميدان قال لي جمله كانت مرعبه يعني بقول له ده ازاي ما تعرفش وفي قنوات سلفيه كتير وبتاع قال لي يا استاذ انت لما بتيجي تركب وصله الدش عندك راجل بيظبط لك القنوات بتخليه يعمل ايه قلت له يعني بيخليه يشيل القنوات الاضاحيه وبتاع قال لي انا بخليه يشيل القنوات الدينيه بقول له بجد قال لي اه والله بقول له انت ليه بتعمل كده يعني ايه اللي يخليك ان انت تشيل القنوات الدينيه قال لي لا دول يعني انا جايب تلفزيون مش هتفرج على قنوات دينيه فده موجود ده واقع موجود الناس فعلا كتير مش كل الناس طبعا يعني بيفتح قنوات الدينيه في رمضان زي ما بيمسك المصحف في رمضان زي ما بيبدا يصلي في المسجد في رمضان
فحته عدم يعني فصل الاثنين عن بعض دي. طب معلش يعني انا برضو السؤال موجه ليك، مساله ان انتم مالكمش نشاط سياسي وان انتم هتسيبوا السياسه رغم ان هي في الاخر اللي هتقول الكلمه الفصل في البلد، في توجهات البلد في الاقتصاد وفي التعليم وفي الاعلام هو مش هنسيب السياسه كليه يعني، بس انا قصدي طب وليه هتسيبوا السياسه؟ يعني انت ما صوتتش في الاستفتاء؟ صوتت قلت ليه، فالدنيا قامت عليا بصراحه. طب هو دلوقتي بقى في نقطه فهمت يا محمد لما انت قلت ايه؟ انا قلت لا برضه بس مش عشان مسيحي. يعني هو لما اعتقد لما بيقول احنا يعني اساسا كسلفيه كوستا، لكن كل واحد كل فرد يعني في الاخر سلفيه كل فرد في توجهاته ممكن يشارك بنسب مختلفه كافراد، لكن كحركه سلفيه كوستا مش هيبقى في توجه، وصعب يكون في توجه محدد غير ان احنا نبني يعني غير ان انت الخليط ده صعب المجتمع، انت في الاخر عندك كل التوجهات وكل الافكار وكل يعني وكل الهدف هو كل مرشحين نضرب بعض فتخش السياسه التوليفه دي كده دي النهايه وناس ناس بتقلب مره. خلي بالك يعني احنا ما احناش موجودين في الكون، يعني الكوكب ده فيه دول تانية غيرنا، والدول ديت بتمر بلحظات زي اللي احنا شفناها زي اللي احنا عايشينها النهارده، الفترات الانتقاليه ديت، وسرقت في التاريخ فترات كثيره بسبب سوء اداره الازمه الفتره الانتقاليه، وهناك دول تركيبتها السكانيه اكثر تعقيدا مننا وقدرت تتجاوز الفترات الانتقاليه ديت، بس تاكدوا انه تجاوز فتره عصيبه زي اللي مصر فيها اللي الشارع فيها هناك من يحاول تفتيته، في وجود شباب زيكم من غير ما يكون ليها مساهمه في توحيد الشارع السياسي، تاكدوا انه ممكن كمان 10 سنين انتوا تلوموا نفسكم او ضميركم يلومكم. يعني ما في كده بقولك بشكل فردي كل واحد اعتقد ممكن يكون في اتجاه او في تيار او في ايا كان في السياسه بشكل عام، اعتقد الصوره اللي هي بتحصل دي كافكار نفسها دي كافيه انها غير كده. بص حضرتك هي انت قلت في الاول هي مشكله جيل، يعني في فرق في جاب عظيمه جدا بين الجيل الموجود دلوقتي بيسوق في اي ناحيه وبين الجيل بتاعنا احنا، في جاب رهيبه جدا. سلفيه كوستا لما طلعت هي عملت صدمه، عملت هزه، فالناس اللي كانوا فوق بدأوا يقعوا في الأطراف، يعني بدأت الناس طب ما ده كلام كويس مش وحش، طب ما تيجي نجرب، طب ما في سياسة. يعني مثلا أنا اللي هو الشغل كلاسيكي جدا من 9 لـ5، أنا راجل مثلا بروح حزب مهما كان، بعد كده بتحول لحاجة تانية، الحاجة التانية دي هي بناء مصر. هل السياسة ما بتبنيش؟ ما بتبني مصر كويس، بس قصدي إن احنا يعني دايما نمثل يعني السياسة هي اللي هتبني كام دور والشقة وسعها قد ايه وشكل العمارة وليها جنينة ولا لا. السياسة يعني انت في الاخر هو دور السياسة، مش ان انت بتحط طوق بتجيب اسمنت وتحط طوق، لا انت بتبني السياسة هي اللي بتحدد لك شكل المبنى ايه. بص حضرتك خلي الناس صحي ولا لا مفهوم، الناس اللي هي بتلعب سياسة خليهم يلعبوا سياسة. هي المعادلة فين؟ المعادلة اللي بيلعبوا سياسة نسوا الشعب واحنا طلعنا عشان الحته الحاجات اللي زي ما انت بتقولها. يعني انا طلعت مثلا الفيلم كله قائم يعني رساله، عايز اعمل بروموشن او تسويق لفكره عزبه الهجانه. عزبه الهجانه حد سمع عنها على الاطلاق؟ وفي حين ان هي بينها وبين شارع المرغني ومصر الجديده ولا حاجه، 3 دقايق بالعربيه. فازاي في كتله سكنيه فيها حوالي 2 مليون نسمه يعني تحت خط الفقر بمراحل ولا فاهمين بقى هنتكلم فيه ده؟ لا لا ولا نعم ولا مش فاهمين، عشان هم اصلا يعني حاسين الناس دي بتتكلم في عالم تاني خالص. لا بس انا اختلف معاك، هم فاهمين بس فاهمين بطريقتهم، هم غبرين وبيعبروا بطريقه. طب يا قصدي بعد الثوره جت هم حاسين ان احنا هتنتخب مين في انتخابات الرئاسه؟ ده انا مقاطع مقاطع لغايه ما حد ينزل برنامج كويس اشوف. مفيش ولا برنامج لغايه النهارده اقنعني، مفيش حاجه مكتمله على الاطلاق للاسف. يعني ايه اللي ناقص البرامج اللي انت شفتها؟ ناقصها ايه؟ بص انا دايما بقول احنا لو عندنا خليط بين مثلا حازم صلاح ابو اسماعيل و محمد البرادعي دكتور البرادعي ومثلا مع حته من ولا بلاش لحسن من الضرب. لا يعني قصدي لو عملوا بابشنوده يعني مش يعني لا قول ارجوك لا يعني لو جمعنا شفت كان في صوره كده جميله جدا طلعت على النت من امبارح تقريبا السبع رؤساء قاعدين مع بعض. الله اكبر، ايه ده؟ اخيرا هنبدا بقى نعمل حاجه للبلد دي. من يعجبك في مرشح الرئاسه؟
انا بحاول اكتشف العقول الجميله دي. انا متفق مع الطلبه من حتى اللحظه الحاليه. قلت لي حازم صلاح البرامج يعني حبيبي انت خايف من الراجل مش يعني حازم صلاح مش هتاخده بس بحترمه جدا جدا يعني ممكن يكون من اكتر ناس في السبعه اللي بحترمهم ممكن يكون من اكتر الناس حاليا. انا اقرب اثنين ليا بالنسبه لي حاليا البرادعي وعبد المنعم مفتوح اللي هم الاثنين اللي انا شايف فيهم عبد المنعم مفتوح معانا بكره ان شاء الله. انا بحترمه جدا وشايف ان هو طيب. اعزائي المشاهدين كان هذا لقاء ممتعا انا استمتعت به واستفدت وعرفت مصر قد ايه عظيمه وعرفت قد ايه مصر كبيره جدا وتتسع للجميع. في حاجه نسيت اقولها في بدايه الحلقه انه انا بشكر كل التعليقات اللي جت على حلقه امبارح الاستاذ الشاعر الجميل الاستاذ صلاح عبد الله وبوعد كل المشاهدين ان شاء الله ان احنا نعيد استضافته قريبا بناء على طلبات الاف المشاهدين يعني. وبكره ان شاء الله هيكون موعدنا مع المرشح المحتمل لرئاسه الجمهوريه الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح. ادعوكم لمشاهده هذه الحلقه المتميزه. وفي نهايه هذه الحلقه اشكر هذا الشباب الرائع هاني انطونوس ومحمد طلبه على الفيلم الجميل اللي انتجوه وعلى النموذج اللي قدموه لينا. وتصبحوا على خير.